هذه الإرسالية القصيرة من رئيس المجلس التأسيسي إلى أعضاء لجنة السلطتين التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما سببت فوضى داخل اللجنة وأحدثت انقساما بين أعضائها حول قانونية عقد اللجنة من عدمها. رئيس المجلس بنفسه يريد أن يتولى يعني الاجتماع بالسادة النواب أعضاء اللجنة. في هذه الحالة له حق الحضور من حيث المبدأ وله حق الترأس، لكن حق الدعوة وتحديد زمان ومكان الاجتماع يبقى اختصاص احتكاري لرئيس اللجنة عملا بالفصل 50 و52 من النظام الداخلي. مش صحيح، كلها مغالطات. وأنتم ما أنتم. إرسالية دفعت النواب إلى التلاسن والتدافع. أكدت نائبة رئيس المجلس المكلفة بالأعلام أنها صادرة عن رئيس المجلس وحده. جاهم SMS يقول لهم معناتها هذا قرار المكتب. القرار كي نكملوا البيرو نرجعوا على النقاط الكل اللي طرحناهم في المكتب المجلس. ومن بعد كان يصير قرار وكان فما 3 ولا 4 ما همش متفاهمين نتعداو للتصويت. هذا مش قرار. ندوة صحفية في القاعة المجاورة يعقدها نواب حركة النهضة اتهمت فيها مقررة اللجنة عمر الشتوي بالاستيلاء على كراستها التي دونت فيها أعمال اللجنة منذ انطلاقها منذ ما يزيد عن العام والنصف. أنا اليوم تعرضت على اعتداء كامرأة، هذوما الناس اللي تنادي بحقوق المرأة اليوم يعتدي عليا جسديا ويعتدي عليا لفظيا ويدعي عنده كراسة ملك اللجنة بينما هي كراس هي الدفتر الخاص نوثق فيه تقارير اللجنة كما ذكرت، هي ملكي أنا الخاص. نواب حركة النهضة أكدوا أن عمر الشتوي رئيس لجنة السلطتين منع انعقاد اللجنة بالعنف واتهموه بالاستفراد بالرأي. اللي صار هو أنه رئيس اللجنة بقرار فردي منه بدون استشارة لا مكتب اللجنة ولا أعضاء اللجنة تعلل بمجموعة من التعليلات الإجرائية اللي ما مشيت في حتى لجنة أخرى وعطل أشغال انعقاد أشغال اللجنة. اليوم اللي هو كان عمل منع بالعنف لانعقاد أشغال لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما. سامية عبو كذبت ما جاء على لسان نواب حركة النهضة وقالت إن قرار إلغاء اجتماع اللجنة يتبناه عدد من النواب إلى جانب رئيس اللجنة. حبيت نقول إن اللجنة إلا كتلة حركة النهضة ومن أصبح مؤخرا مع كتلة حركة النهضة هم ضد التحرك اللي قامين به الأعضاء المنتمين إلى هذه اللجنة بمختلف حساسياتها. احتدم الخلاف في لجنة السلطتين التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما، فبينما اعتبر بعض نواب المعارضة والمؤتمر من أجل الجمهورية أن رئيس المجلس هو السبب في تفاقم هذا الخلاف، دعا نواب النهضة رئيس المجلس إلى تحمل مسؤولياته وحل هذا الخلاف الذي عطل دستور البلاد.